وفي نشرتنا أيضا، النيران تلتهم 150 محلا بسوق البالة في أربيل، والحج والعمرة الكردستانية تحذر من الحج التجاري وتؤكد لسنا مسؤولين عن اعتقال أي أحد في السعودية. حصيلة ضحايا الحرب على غزة ترتفع إلى 33,100 فلسطيني منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وبريطانيا تصادر 200 كيلوغرام من المخدرات بقيمة 17 مليون جنيه استرليني، وبركان لاكومبري في الإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادئ.